الدكتور احمد دراج. كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير والمصريين كلهم بخير. اتفضل حضرتك النهارده. والله والله انا جاي ولسه جايب الجرايد كلها وقاري فيها ان اهود براك بيقول ان هو لن يعتذر ولم يعتذر، وان اتفاقيه كامب ديفيد كنز استراتيجي بالنسبه لهم يعني. فهذا الكلام خلى الدم يغلي في عروقي، رغم انه كان بيغلي بردك، لكن زادت درجه الغليان. وانا حاسس ان احنا كمصريين فعلا اذا لم نقف ضد هذا العدو الصهيوني هذه الوقفه، وانا بقول الكلام ده وبوجهه فعلا للمجلس العسكري وللحكومه المصريه، ان ما كنتوش هتدافعوا عننا من فضلكم سيبونا نعرف ندافع عن نفسنا. اذا كنتوا هتتساهلوا مع العدو الصهيوني بهذا الشكل، انا لا ارى ان ده سيوصل الثوره الى الطريق الصحيح. انا شايف ان ده ضد الثوره، شايف ان البلد دي تستحق ما هو احسن من ذلك بكثير. احنا لابد ندافع عن كرامتنا. ما كناش هندافع كرامتنا النهارده، ندافع عنها امتى؟ هل احنا لسه البعض متصور ان احنا لسه قبل 25 يناير؟ انا بقول للجميع وبقول للشعب المصري، وجه خطاب للشعب المصري كله، فعلا لو احنا بنحب بلدنا صح وعايزين البلد دي تتحرك، اسرائيل لن تقبل بان مصر تكون دوله مستقله ولا دوله بعيده عن السياده الامريكيه او التبعيه الامريكيه. ما يحدث الان يدل على ان مصر تابعه لامريكا وتحت امره اسرائيل. ما يحدث الان، نريد ان نغير هذه الصوره. والامانه التي حملها المجلس العسكري وحملتها الحكومه يجب عليها ان تؤديها الى اهلها، واهلها هم الشعب المصري. الشعب المصري يطلب الامانه، والامانه ان تحافظ على هذا الشعب وعلى من عدوه الذي يتربص بنا والذي يتوقح معنا حتى هذه اللحظه. يجب علينا ان نقف صف واحد. انا مع الجيش المصري، وانا بحدد كلامي كويس، انا عارف كويس جدا الجيش المصري ما هو، لكن انا بقول ان اداره المجلس العسكري الاعلى ليست على المستوى المطلوب، ويجب ان تكون افضل من ذلك. نحن لا نطلب شيء لانفسنا، نحن نطلب لبلدنا ان تكون بلد حره كريمه وان يحترمها الجميع، واول من يحترمها هم الاسرائيليون الذين اهانوا ومرغوا سمعتنا في التراب. واليوم يتكلم براك بهذه الوقاحه وهذه قله الادب، وبالامس كان السفير مساعد السفير المصري بيفطر على شرف الرئيس الاسرائيلي. ما هو هذا التهريج؟ هذا التهريج، هذه ليس هؤلاء يعني. انا لا احس بمصريتهم. هل هناك دماء اخرى تجري في عروقهم؟ شكرا لك. شكرا لك.